أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر. تستمر معاناة الفلسطينيين في الحرب المستمرة والمستعرة على قطاع غزة، والتي لم تترك عائلة على مستوى قطاع غزة إلا وألحقت بها المعاناة وفصولها المتعددة. نحن هنا في هذا المخيم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نرصد لكم في هذه الجولة وضع عائلة تعيش مرارة النزوح القاسي جدا بعد تدمير منزل العائلة في مخيم البريج، فلجأت إلى هذه الخيمة التي تعيش بها منذ أشهر عدة. وربما هذه الخيام لا تقي حر الصيف أو برد الشتاء، لكن يعني ربما المر هنا يتعدد أو تتعدد أشكاله. نتحدث مع رب هذه العائلة الذي يعاني مرارة النزوح أيضا، ولديه طفلة مريضة يعجز عن العثور على علاج لها في ظل انهيار المنظومة الصحية. حول هذه المعاناة سنتحدث معه. يعطيك العافية. الله يعافيك، حياك الله. كيف النزوح؟ والله النزوح بهدلة، يعني نزحنا مش مرة، مرار، يعني من البريج عن صراط، ومن انصراط على الدير، رحنا على المدارس، ومن المدارس عودنا جينا في الخيام، يعني معاناة. طب ليش جيت على الخيمة من المدرسة؟ المدرسة مش قادرين نتأقلم فيها، مش قادرين نعيش فيها. من الزحمة، وعندي بنت مريضة، يعني الجو غير مناسب. وعندي كمان والدتي كانت مريضة مع ضغط، وما تقدرش كمان تتأقلم في الجو المدارس وهيك. طيب بما يتعلق بفصل الشتاء، يعني احنا شايفين الخيمة فيها شرايط او بمعنى قطع قماش، وفي المطر بتسيل وبهدل، يعني مش عارفين ايش بدنا نعمل، مش عارفين. ولو مطرت يعني امطار غزيرة، ايش خياراتكم؟ والله فيش خيارات، صرنا نحط لهم الطناجر الله يعزك، الجرادل، عشان بس تلقى عنا ما تنزلش على العصير على الفراش الاولاد. كم نفر بناموا في الخيمه هذه؟ 6 نفار. مشاهدينا الكرام، 6 اشخاص ينامون في خيمه لا تتجاوز 4 مترات في 3 مترات، ويجب ان تكفي هذه الخيمه لهم جميعا. حجه هاي كرسيها، يعني عندك مقعده؟ حماتي. حماتها موسى. طب كيف بتتحرك في الرمل اللي انتم عايشين فيه؟ والله معاناة، يعني كذا مرة اودي الاولاد على العيادة، حكة حساسية، ايش نسوي؟ حتى البنت عندي صار في تقوس في ظهرها الصغيرة هذه، الدكتور سألني بتنومها وين؟ قلت له على الارض على الرمل. وين بنومها؟ بدي انومها، فيش عندي خيارات. في بناموا على بطين من اولادي، انا عندي 3 فرشات بس. 3 فرشات بتكفي 6 اشخاص. 3 فرشات واحنا 6 اشخاص، يعني في من الاولاد نعمل لهم بطاطين حرمات بنومهم عليها. طب هذه البنت اللي معها تقوس في ظهرها، هي مفترض ما تنامش على رمل في ظل ارض متعرجه زي هيك؟ نعم. اما دكتور بيقول لي بدها فرشه طبيه، واحنا حاولنا وسجلنا مش قادرين نوفر لها، وهي في الصراحه بدها تحويلها للخارج البنت. فيش لها علاج هنا؟ فيش لها علاج. معها سوء تغذية، ومعها كمان صفار في الجسم وفي العينين، والحين بورجيك إياها كمان. فرجينا إياها. يعني سنشاهد مشاهدينا الكرام هذه الطفلة التي تعيش في هذه الخيمة في ظروف غير صحية وفي ظروف قاسية جدا حقيقة. هنا يعني يضعون الحصير وهو رقيق جدا حقيقة. هذه هي الفتاة التي تعاني من اصفرار شديد جدا في جسدها. ايش تشخيص حالتها؟ ايش تشخيص الحاله؟ عندها مشكله في الكبد، وعندها سوء في التغذيه، بتاكلش كويس، بتشربش، بتحتاج لحليب، بتحتاج لبامبرز. نتوجه للمؤسسه، والله ما حد بيساعدنا زي ما انت شايف. يعني كيس البامبرز 200 شيكل 200، والله امبارح بقول لي 225. والله ما شريت له شريط قطع، ايش اسوي بالقطع؟ صرت اشتري ب5 شيكل ب6 شيكل. القطعة الواحدة مشاهدينا الكرام، قطعة البمرز الواحدة أو الحفاضات الواحدة سعرها دولارين، في حين أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا يمكن أن تسعف المواطنين في توفير هذه الاحتياجات في ظل الغلاء الكبير جدا في الأسعار. سعر كيس الحفاضات الخاصة بالأطفال يصل إلى ما يزيد عن 80 إلى 90 دولار، حاجة الأطفال تتزايد هنا. ربما هذه الطفلة التي تشاهدونها أمامكم، والصورة ربما تشرح معاناتها وهذا الإصفرار الشديد جدا في الوجه وفي العينين. طب إيش تشخيص حالتها؟ يعني إيش الدكاترة حكولكو؟ عندها مشكلة في الكبد، وهذه محتاجة لتحويلها للخارج،
هم ملبسين، لو رجيتك ايديها شوف مضاعف ايديها كيف ضعف ايديها، ما حد بشوف جسمه بشوف ايديها الا بيستغرب. هذه عمرها سنه واربع شهور، سنه واربع شهور، شوف كيف رجليها. طب تقدرش تقف، تقدرش يعني اللي زيها على السنه بتمشي. هي لها اكل خاص، بتحتاج لحليب خاص، بتحتاج لغذاء خاص، مش متوفر. هم بيقولوا لي عندها مشكله في الكبد، يعني تشخيصهم بيقولوا الاجايل سندروم، ندره في القنوات المراريه، بشخصوا هيك هم. بس هي محتاجه يعني لتحويل لكذا، يعني الاطباء مش قادرين يعملوا لها حاجه. الحفاضات العزك بتستهلك كمان، يعني هذا مش زي الطفل الطبيعي، عندها بصير تسريب، عندها كذا، عندها بصير العزك مرات امساك مرات اسهال، يعني حالتها متقلبه، يعني بتكونش زي الاطفال السويين او الاصحاء العاديين. انت ايش كنت تشتغل قبل الحرب؟ انا كنت اشتغل موظف في الحكومه، موظف مدني يعني في المحاكم. يعني مشاهدينا الكرام، في قطاع غزه تحتاج في هذه الظروف القاسيه جدا الى ما يزيد عن 3000 دولار من اجل ان تلبي الاحتياجات القاسية جدا، في ظل الحصار المطبق من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنع إدخال أصناف كثيرة من الأدوية. ربما هذه العائلة هي نموذج عن عائلات كثيرة، وهذه الطفلة أيضا هي نموذج عن عشرات آلاف الأطفال الذين يحتاجون إلى السفر خارج قطاع غزة بعد انهيار المنظومة الصحية بكل خدماتها التي تقدمها. المستشفيات في قطاع غزة لا تتجاوز كونها مراكز تقديم إسعاف أولي في الوقت الذي يمعن الاحتلال في حصاره، يمنع إدخال الوقود، يمنع إدخال ما يلزم من أجل علاج هؤلاء الأطفال الذين يعني يواجهون مرارة النزوح ومرارة العيش هنا في قطاع غزة، إضافة إلى مرارة المرض وقسوته وضنك العيش بسبب حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. تباعا عبر الجزيرة مباشر سنرصد لكم ظروف الحياة وما أدت إليه حرب الإبادة المستمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما الأطفال منهم. الجزيرة مباشر من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، من أحد مخيمات النازحين، أشرف السراج.